الضليع والباب تبدأ مسافاتي دمعة وجريح واعتاب رحلة معاناتي. صوتك بين الضليع والباب تبدأ مسافاتي ما شاء الله دمعة وجريح واعتاب رحلة معاناتي يدفعني صوت الثار من ضربة البسمار يدفعني صوت الثار هلا من ضربة البسمار تبدأ أصفح دفتر أحزاني وأشوف الآه وشوفا مناسبة لطالما بقيت طي الكتمان وجهل الجاهلين وحقد الحاقدين أرادت القوى الضلال على أنه لا يبقى للحق من كلمة ولذلك عملوا البضعة الطاهرة صاحبة الفضل العميم على كل المجتمعات وخصوصا المجتمع الإسلامي حيث أنها بنت النبي الذي به أنقذ الله البلاد والعباد من التيهان والضلال إذ أنعم الله علينا به فأخرجنا به من الظلمات إلى النور. فأولاً هي بنت النبي، ثم هي بنت خديجة الكبرى والتي بأموالها ارتفعت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أنها شريكة وزوجة علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والذي بجهاده وأتعابه وعنائه بنيت صروح الإسلام وارتفعت المآذن والمنابر. وعليه إن كان هذا جزاء بنت النبي أن تدفن وهي غريبة وحيدة، ثم أنها تسلب منها كل حقوقها وتبقى هذه الظلامة مستمرة، فهذا مما يندى له جبين الإنسانية. وعليه اليوم جاءت هذه الجموع التي تعد بعشرات من الآلاف لأجل تقديم العزاء للرسول أولا صلى الله عليه وآله ولمولانا علي أمير المؤمنين ثانيا ولمولانا الحجة بن الحسن ثالثا وللمراجع العظام وإلى جميع أبناء علي وفاطمة من الشيعة والسادة الكرام، فأحسن الله لنا ولكم الأجر والعزاء بهذه المصيبة العظيمة إن شاء الله. صبر الفقار من ضربة البسمار تبدأ مسافاتي بين الضلع احكي تبدأ مسافاتي صوتك دمعة وجريح واعتاب رحلة أعلى صوتك أعلى بين الضلع تبدأ مسافاتي نشمي دمعة وجريح رحلة معاناتي. الكون كل الكون اليوم يرتدي ثوب السواد والحداد حزنا على أم أبيها، لذلك تجد في صدارة أصحاب الحزن حوزة النجف الأشرف النجف الأثقف بعلي صلوات الله وسلامه عليه، إذ تجد أن الناس يخرجون من كل فج عظيم لكي يواسون أمير المؤمنين لاستشهاد سيدتي ومولاتي عظيمة القدر سماء الله الثامنة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أينما تلتفت تجد طلبة العلم قد هجروا قاعات العلم، هجروا المكتبات لتعزية الكتاب الأعظم أمير المؤمنين باستشهاد الزهراء. اليوم في هذه المسيرة الفاطمية هي تقليد سنوي إن صح تعبيري القاصر، إذ تسير أفواج الطلبة والمواكب الحسينية وأهالي النجف ومن خارج النجف الأشرف، يأتي الجميع لمواساة أمير المؤمنين ها هنا من أعتاب مكتب المرجع الشيخ بشير النجفي، متوجهين إلى أمير المؤمنين لإطلاق كلمة العزاء لصاحب العزاء علي بن أبي طالب عليه السلام لاستشهاد الزهراء. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور شيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبة، ألا وهي استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، حيث أن مكتب المرجع الدين الكبير الشيخ بشير النجفي يقيم بهذه المناسبة موكبا رسميا تجتمع فيه فضلاء حوزة النجف الأشرف والعشائر والوجهاء والسادات لإحياء هذه المناسبة الكريمة. بعد أعلى دمعة
الدمع وجريح وحدة. عليك الحسين علي صوتك بين الضلع وال تبدأ مسافاتي دمع وجريح وعتاب رحلة يدفعني صوت الثار يدفعني صوت الثار. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها المعزى في هذا اليوم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والأئمة والإمام الحجة المنتظر. وهذا قليل في حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فالزهراء عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وعظيمة عند أهل البيت. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على الخلق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. فهنيئا لشيعة الزهراء وهنيئا للموالين بما يقومون به من هذه الشعائر وتعظيمها وإحياء ذكرى استشهادها، روحي لها الفدا، فإنها مظلومة، قصب حقها، كسر ضلعها، أخفي قبرها. فما تقوم به الشيعة والموالين لأهل البيت والفضلاء والعلماء فهذا دليل على الولاء والمحبة والانتماء إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الخدمات ويتقبل هذه الأعمال وهذه الشعائر في حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حتى تكون لنا شفيعة في الدنيا والآخرة. اليوم خرجت الحوزة العلمية في النجف الأشرف لتعزي أمير المؤمنين سلام الله عليه أولا ومولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بذكرى استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها، ونحن في هذا الصدد نعظم شعائر أهل البيت سلام الله عليهم تطبيقا لقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتطبيقا لقول الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ورحمة الله وبركاته. عيني تعايني المحسن وعيني تعايني الأمها بديت أمها توصيها رغم جرحي اللي يألمها وجابت رايتي تسلم شمي لنحر حسين وهناك ذكريني. أعظم الله أجوركم وأحسن الله عزاكم بتجدد الذكرى الأليمة وبمجيء الأيام الفاطمية أيام عاشوراء الثانية. ها هي جموع المعزين والموالين من كل محافظات العراق بل ومن بعض دول الجوار تجتمع في النجف الأشرف، تجتمع في المكتب المركزي لسماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي دام ظله، لتنطلق بمعيته بتشييع رمزي للسيدة فاطمة الزهراء لتعزي أمير المؤمنين. إنها النجف من جديد تحتضن الموالين، إنها النجف الأشرف كما اعتادت تفتح أبواب بيوتها وحسينياتها ومساجدها لاستقبال المعزين ومنذ أيام عدة استعدادا لهذا اليوم العظيم الذي ترتقبه النجف في كل عام، والذي بات أحد رموز الولاء
في الحزن لحزن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. كل الشكر والتقدير لمن غطى هذه المسيرة، لمن غطى هذا التشييع الرمزي للسيدة فاطمة الزهراء، من المكتب مكتب سماحة المرجع النجفي إلى الصحن الحيدري. شكرا للإعلاميين، شكرا لجميع الفعاليات المشاركة، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. يخلف أحمد إلا ابنة يا علي، ولكم أوصى بها القوم جهارا، كابدت بعد أبيها غصصا، لو مست الطود لمارا. اسمع، من لحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا، من سعى في ظلمها من راعها، من على فاطمة الزهراء جارا. يا مؤمن لا تسلني كيف رضوا ضلعها، واسألن الباب عنها والجدار، واسألن أعتابها عن محسنين، كيف فيها دمه راح جبارا، وهل المسمار موتور لها. إن شاء الله الزهرة حاضرة بالمجلس ويم أمير المؤمنين. ولا تسلني خبر المسمار، المن نسأل، سل صدرها خزانة الأسرار، ومن نبوع الدم من ضلعيها يعرف عظم ما جرى عليها، ومن سواد متنها اسود الفضاء، يا ساعد الله الإمام المرتضى. أكمل، وجاوزوا الحد بلطم الخد، أين الصارخون وفاطمتا، وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، يا قلب ذوب وهل يا دمعي على الصاحة يفض انكسار ضلعي. الله أكبر. يا علي سامحنا يا أمير المؤمنين، يا علي ارخص نردحش منك وقول يا ابن عم النبي ويا فحل الفحول، شلون قدامك يضربون البتول، شلون قدامك يضربون البتول، آه فوق متونها وزنودها. اليوقع بشدة يصيح يا علي، خصك الله بكل علم دون الأصحاب، وصرت تعلم بالحضر عندك وغاب، يصير ما تدرج جرب عتبة الباب، أخبرك محسين سقط بعتاب. أيها الشاعر احكينا ماذا جرى، باب من جذوع وثقيلة وزن
لوحوت للقاع ترجن هرجين طبقت على ام الحزن طبق الجفين والعصر نذل من نشره غدت تصرخ يا فض صدري ينعاب ومحسن سقط من بعتبة الباب اجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم طبت دارها وظلت عليلة ظلت توين والونة خفية ويون يمحى الحسن وحسين خي لما اندنيت من عدها المنية وصت تندفن بالليل الاظلام اجركم الله لما صارت الزهراء بين الحائط والباب صاحت آه يا فضة إليك خذيني وإلى صدرك سنديني فقد أسقط ما في أحشائي من حمل تقول فضة أقبلت احتضنت الزهراء ما وصلت صحن الدار حتى أسقطت جنينها الذي سماه النبي المحسن وسقطت مغمى عليها أفاقت رأت ابنتها زينب تبكي قالت بني أين أبوك علي قالت يا أماه أخرجوه من الدار سيد شلون جسره وبالحمايل شت فوق أخرجوا أمير المؤمنين وهو ينادي وحمزته ولا حمزة لي اليوم وجعفراه وأين مني جعفر مروا به على قبر رسول الله قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وخرجت الزهراء خلف أمير المؤمنين تقوم مرة تقع أخرى والسياط تتلوى على كتفيها آجركم الله رجع إليها ثلاثة الأول ضربها بكعب السيف فمزق جنبها ورجع إليها قنفذ ضربها بالسياط ورجع إليها الرجل رفع يده لطمها على عينها دقل أبويا آمر على عبد ضربني بويا من ضربته للقاع ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني